المساحة دي 8 فدادين. طبعا كلهم عليهم صور فيهم تسمين زي ما حضراتكم شايفين كده. دي الحظيرة، ده بيت العامل. بيت العامل ده، دي البوابة الرئيسية والمدخل. طبعا فيها نظام الري الرش. الأرض كلها سور، ملفوفة بسور داير ما يدور. استراحة خاصة بالمالك. الأرض كلها طبعا محاصيل. المزرعة زي ما حضراتكم شايفين كده على طريق رئيسي اسمه طريق رقم 1، فيها محاول خاص بيها. ده الطريق، دي الأعمدة. دي الزراعة يا أستاذ سيد ثابت، عشان خاطر أنت التصوير بتقول إنه في مشكلة. قول لي أنت عايز التصوير إزاي وأنا أعمله. المساحة بالكامل زرعة. بالكامل المساحة زرعة. عندي غرفة البير. البير كهرباء. الأرض ليها محول خاص بيها. الأرض تمليك عقد نهائي، معلهاش جنيه ومعلهاش أي مشاكل. ليه مش زارعين المساحة دي؟ دي اللي هي فيها الغنم. بعد كان البرسيم دي لسه هيزرع في الساعة 9. كان برسيم بلدي؟ حجازي؟ هتجددها يعني، يعني تقصد البرسيم البرسيم خلص. ايوه هتجددها من جديد. اه. انت منين؟ منين من الصعيد؟ أجدع ناس.
ولا ايه ده؟ عارف يعني عشان ال هتعمل سلاح ودي كلها كده هتتزرع برسيم حجاز، انت بتجهز يعني دي كلها هتعمل برسيم ان شاء الله شهر 9 اللي جاي عند ما انت واقف كده الشط كلها كده كل ده. ده البير اللي هو شغال كهرباء؟ اه جميل ما شاء الله يعينك حبيبي. طبعا دي الانشاءات اللي موجودة، اعتقد ده بيت العامل ما شاء الله. حظيرة المواشي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، الله يبارك له صاحبها ويبارك لصاحب نصيب. طبعا ده بقى المكان الخاص بالمالك ما شاء الله. طبعا المزرعة كلها كاميرات، المزرعة مراقبة من جميع الاتجاهات بالكاميرات. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله، الله اكبر. طبعا بسم الله ما شاء الله. انت حاطط كاميرات على السور بره، على السور بالخارجي بتاع المزرعه، على البوابه بره، على البوابه في واحد كاميرا عند العمر ماشي، ومن مدخل البيت في كاميرا، ومن بعيد في كاميرا. تمام بسم الله ما شاء الله. بص قد ايه؟ ما شاء الله، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. وده الحمام بص قد ايه؟ ما شاء الله. بص الحمام. ما شاء الله ينور، باين باش باين من بره والله، ربنا يبارك لك. الله يبارك لك. بصوا دي غرفة ودي غرفة ودي غرفة. يلا يلا تمام كده. قاعدين جوه. لا انا مصر حبيبي، اسف اسف. انا قلت الباب مفتوح يبقى مفيش حد. يعني ثلاث غرف. لا ما شاء الله.
طبعا كل الكابلات دي بتاع الكاميرات. ها يا باشا بص دي انا عاملها قلت ايه لما تيجي تذبح هتذبح فين؟ فعملنا ايه؟ بص وحنفيه ايوه ده عامل حاجه لنفسي ظبط حبيبي تعال شباب هاو ار يو بسم الله ما شاء الله طبعا المزرعة من أعلى البيت بسم الله ما شاء الله ده دور ثاني ده حمام ها بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله دي غرفة بص يا اخويا دي غرفة بص قد ايه الله ما شاء الله ما شاء الله طبعا المزرعة مراقبة بالكاميرات من كل اتجاه المزرعة مساحتها 8 فدادين تمليك عقد نهائي بها جميع الامكانيات بيع لغرض السفر انا فاتح ديت عشان الهواء بسم الله ما شاء الله الله اكبر بسم الله بلاش نكمل دي علامة ها يا ربنا يحفظهم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لك الكهرباء بص لقوا الكهرباء واصله هنا واخد بالك الدنيا بقول لك عامل ايه انت عارف المكان فين بلد صرف ولا هجين لا بلد اخويا بلد